حق الشهيد الله يرحمه كان إنسان عادي يعني، ما حاله حال الشباب يعني، يعني يروح ويرد وياهم ومختلط ويا الناس الحمد لله يعني، محبوب ناس وايد تعرفه أنه مو مقصر بأي شيء، حتى مع أهله يعني، حتى معنا إحنا يعني. الاجتماعية الكل يحبها، خلوقة ما تغلط وتسامح وايد. طبعا هي جامعية سنة ثانية حقوق كانت، ومزوجة يعني هي البنت وهي الأم وهي الزوجة، وبالنسبة لي هي كل شيء. عنده 5 بنات وابن وحيد، حصل على عدة دورات في مجال الرعاية الصحية الأولية، الإسعافات الأولية، إدارة السجلات الطبية، له علاقاته الاجتماعية، واصل في 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 أهله، في إخوانه، محب لأبنائه طبعا، محب لوطنه. الشهيد كان إنسان خلوق، طيب، حنون، يحب أهله، يحب أسرته، كان يعشق دوامه، كان حيل يحب دوامه. الفجر أنا قعدت حق صلاة الفجر وأسمع صوت راكتي، أنا على بالي ملوت البلدية هم اللي يحذفون الدرامات. عقب 10 دقائق حدرت هي ورايلها، عمتي صارت، قلت شنو اللي صار؟ العراق دخلوا، شلون يدخلون؟ أضحك عليهم أنا، تقول لا يما، لا يما، والله والله الكويت احتلوها العراقيين. الرجال قاعد ما تراح، راح فوق بدل، وين رايح؟ بروح أي دوام يا ياسر. لبس هدومه طلع، طلع تقريبا الساعة 6 الصبح وهذه الطلعة. والوالد مجرد ما تلقى الخبر قعد الوالدة يا أم سامي يقولون العراق داش علينا غزو عراقي، سأل الجيران، الجيران أكثر ما كان عندهم خبر، ركب سيارته طقله فر على المنطقة، تأكد من وجود بعد بعض من نقاط التفتيش العراقية، ورجع البيت كان متضايق حيل، كان عنده إيمان في نفسه أنه عنده دور فعال لازم يقوم فيه. فبالتالي الرجال قال أنا بلدي محتاجتني في هذه الفترة، لأن المجال الطبي كنا نحتاجه بكثرة، خصوصا كانت في بعض الأمراض، السكر، بعض أمراض الضغط، الجروح اللي كانت يعاني منها بعض أفراد المقاومة. أول شيء سمعنا الصوت، كان في أصوات إطلاق أسلحة، ويعني أسلحة ويعني صوت رشاشات، صوت هذا قعدنا عليه، فقال في شيء صاير. جاء التلفون، أخذ لبس الدوام، مع أنه كان يعني توه مترقي ترقية ثانية، كان ملازم إلى ملازم أول، سلم علينا، وصى علي وعلى أمه وعلى أبوه وعلى أخوانه، قال يعني ديروا بالكم على نفسكم وإن شاء الله ما في شيء ولا تحاتون، أهم شيء أنكم ما تطلعون برا، والتحق بالقاعدة. مع العلم يعني أنه كان وهو مجاز، كان في إجازة، كان إجازة حج، حجج أمه وحجج أبوه. كان داش هو مع مجموعة مقاومة، مقاومة شباب يعني، وعندهم مسؤول عن المجموعة يعني، مجموعة المقاومة هذه، ويروحون قاموا يقطون يعني يخلصون شغلهم ويردون يعني. بعدها فترة يعني عقب 4 ساعات أو 5 ساعات هم اتصل علينا مرة ثانية بفترة الليل كذي، انتقل من قاعدة علي السالم إلى أحمد الجابر بالطيارات طبعا، وهم نفس الطريقة يعني، كان يطمننا عليه وقال لنا أنا رايح عندي مهمة وإن شاء الله ما في العافية، أهم شيء ديروا بالكم على نفسكم. جالي خبر أنه طلعوا الطيارات برا الكويت، في طيارات راحت الظهران وفي طيارات راحت البحرين، قالوا أن حمدان وصل للبحرين، قلنا الحمد لله يعني. طبعا قبل ما في التلفونات ولا اتصالات ولا شيء، فكان الشيء هذا مجرد ما نسمع خبر من فلان غال وفلان غال، عشت على أمل أني أشوفه وأنه يرجع بعد تحرير ديرتي. هو الله يرحمه ما كان يقول يتكلم ولا يقول، أنا كان خايف يعني علينا وعلى نفسه يعني، إذا لو يجون ويودون يسألون عنه وين فلان، نقول إحنا ما ندري عنه، ولا هذا يدري إنه راح يأذوننا وهو راح ينصاد، ما رد راح يرد عشان يفكنا إحنا وهو يدش في الموضوع. فبالتالي ما كان يسولف لنا إنه هو أحد أفراد المقاومة، بيحافظ على سرية العمل اللي يقوم فيه. تطلع كانت مع واحدة اسمها سارة، تروح حق سارة، هي سارة بعدين عرفت أنا إن هي أسرار القبندق، فكانت تمشي معاهم يعني تروح. بعدين قالوا المجموعة اسمها 25 فبراير، فسبحان الله مضى اليوم، مضى الثاني، مضى الثالث، ابتدى مخه يشتغل. يما
بروح أودي زقاير حق الشباب، بروح أجيب زقاير حق الشباب، يجون عند الباب ناس يبون ما أدري تقول يبون كروز زقاير. دريت عقب 20 يوم بس ما منعتها، وبحدود قلت لها. عقب ما توفى الله يرحمه يوم هذا الوضع وهذا، عرفنا اللي كانوا هو يسويه. يعني أي واحد يشوفونه لو 2-3 بسيطرة لازم يحطونهم ببالهم، لازم هذا نذبحهم. يعني كيفان ما كانوا يدشون، العراقيين خافوا يعني من زود الرمي اللي ييهم والناس اللي يذبحونهم. من يصير الليل العراقيين ينون يقولون وين يطلعون لنا هذيلا، يعني كانوا يذبحونهم وما يدرون جثثهم وين تروح. مالوت العراقيين ياخذونهم ويقطونهم بالثلاجة مالت جمعية كيفان. في 4/8 المقاومة الكويتية كانت تدور على أي شخص كويتي يعمل في المجال الطبي، حتى أنه يحاولون يتواصلون معه ويقولوا له مدني لنا في, في, في أي دعم طبي من أدوية، من ضمادات، من أمور خاصة لعلاج الجرح. فتواصلوا معه، أبو سامي إحنا محتاجينك، محتاجين أدوية. كان متخوف في بداية الأمر، قال أنتم منو داق علي؟ منو أعطاكم رقمي؟ منو أعطاكم رقم بيت أهلي؟ منو بلغكم؟ قالوا فلان أعطانا رقمك. هني اطمن الواد، قال شنو عندكم؟ قال احنا عندنا بعض الإصابات ومش عارف إيش. قال أنا عندي جنطتين إسعافات في البيت، أنا حاطم ستاند باي، فإذا تبون أمدهم لكم أنا بحاول أمدهم لكم. قالوا خلاص بس تعالنا، راح نوعدك الساعة تقريبا 4 العصر عند جسر كيفان، تحطهم عند اعتقد في مارية او في مكان معين تبقوا عليه، حطهم وتوكل على الله انت واحنا نروح ناخذهم. عقب شهر تقريبا ونص او شهرين كذي دارت ان ريلة اسير في العراق، فراحت هي مع حق هي وعمها وحماها، راحوا له بالبصرة، راحوا ورجعوا. عقب ما مسكوا اسرار قالوا لها بنضمك مع واحدة بنفس المجموعة 25 فبراير اسمها وفاء. بالاضافة ان في مجموعة الفجي، مجموعة اليرموك كذلك كان عندهم بعض الجرحى، توجه لهم مدهم في بعض الأدوات الصحية والطبية. طلعوا من كيفان وراحوا بيت واحد من ربعهم بشويخ. بشويخ نفس الحركة هذه، ذبحوا لهم كم من عراقي ورموا اللي كانوا على البرج هذا مال الإذاعة اللي مقابل شويخ. أنا اللي أسوي الفطاير، وفي شيء نشتري من الجمعية وتحط عليه سم الفار، وأنا معها بالسيارة بالكذي يعني بطريقة نظيفة صواني، فتعطيهم إياه ويمشوننا بدون كلام بدون أي شيء، وإحنا نمشي. فمشت معها هالحركة هذه، بعدين هي ابتدت تنقل الأسلحة، فهي تقول لي إن أنا مثلاً اليوم مروح أدي كذي وكذي، فهي يوم انتبه يا يوم حطي بعض، فلما ترجع تقول لي إن أنا سويت روحي حامل والأسلحة داخل بطني، إن رايحة مستشفى الولادة. توديهم حق مجموعات، وين هالمجموعات؟ بس ترى أنا يعني بالضبط ما أدري. بالروضة أو السرة في الظاهر إن مكان هم معسكرين فيه العراقيين، ماخذين لهم مكان ومعسكرين فيه قاعدين. تعرفوا عليهم وعلى ابونا وناسه ويسولفون وياهم وهذا، يعني ارتاحوا لهم مثل ما تقول يعني العراقيين، وراحوا كانوا قاعدين وياهم وهذا، وماخذين وياهم شغله مخدره حاطين لهم اياه بعصير، ودشوا يعني دوخوهم داخل وذبحوهم. وقام وليد الله يرحمه وراح ذبح الحارس اللي مستلم، الحارس اللي مستلم بعد مرة ذبحه ويغاب قطه وياهم وطلعوا وراحوا. دقوا علينا تلفون الساعة 3 العصر وطلع ورد لنا الساعة 11 بالليل، كانت هدومه فيها بعض من الدم. فالوالدة كانت تسأله شو اللي مسوي، في أحد متاوش يا صاير شيء، شو اللي صاير معه؟ قال لا ماكو شيء، ما في إلا كل عافية. فبعدين اتضح لنا أن كان في شخص كويتي تعرض لإطلاق نار أسفرت عن إصابته. فدقوا على الشهيد سعد، تعال يا أبو سامي إحنا عندنا جريح نبيك تجينا على الفروانية. كانت تروح بيت يدها بس تقول لهم تعالي معي بيت يدي، أروح معها اللي هو مو بيت يدها، بيت يد أبوها. فكانت تروح وتطالع وكذي. هم عندهم عمها ماخذ عراقية، خالها قائد فيلق، وعديل عمها مفوض في الاستخبارات العراقية،
فبيحتفلون العراقيين أوتوماتيكي في رأس السنة. فكان يعني أنهم يسوون الشيء في بيت يدها، فشافوا المجال يعني ما فيه، فقالوا لا صير بالفنادق. فصار في الهيلتون، تقول غميضة على فنادقنا، غميضة على فنادقنا. قلت ليش؟ كانت تقول اليوم كل العراقيين إن شاء الله، وأنا سكت. فقلت ليش بسوون؟ كانت تقول في القواطي الماكنتوش، كأنهم لأن العراقيين يحبون الماكنتوش، ففي علب هو طبعا فيها مفجرات ما فيها كاكاو. وهو ويانا بالفرع قاعد، قام يشتغل بالفرع، يروح يجيبون أغراض ويوزعونها بالليل. في عوائل كانوا عندنا يعني ما عندهم ريايل، يعني بالغزو كله ما عندهم ريايل، وهم كانوا يساعدونهم، وهو ويارنا وربعنا اللي ويانا بالفرع كلهم كانوا يساعدون لهذا. أي فلوس تجينا من برا كانوا يوزعونها بالليل، نصايف الليل يمشون كل واحد رايح يوزع، يطق الباب يعطي هذا ويعطي هذا، يمشون شيء السواب. قبل 10 بشهر عمها اتصل عليها قال لها تاريخ 10 بالشهر راح تتبهدلين أنت وأمك بهدلة. أنا سامعها منه، من زوجته وخال زوجته. فأنا أخذت أول شيء قلت لها لا ماكو شيء، لا توسوسين ولا تخافين. كانت تقول لي هي أنا قلت إن شاء الله أنا أموت وأنت تقعدين حق خواتك. كانت تقول لا إن شاء الله أنا أموت لأن ما وراي أحد، أنت أي خواتي وإخواني وين يروحون. فكان دائما يشرح يتشكل عمي، يقول إنه كان في بعض الجنسيات من الوافدين الذين يعملون في مستوصف الفروانية دائما كانوا يضغطون عليه، كان دائما يقولوا له أنت ليش تأخذ من المخزن أغراض، وين توديها وين تجيبها. هو كان دائما يتستر في يتموه في عملية أني أنا قاعد أخذ أبر ضغط وسكر حق الكويتيين الصامدين منهم يحملون لديهم مرض السكر والضغط، وكان يزرق له بعض الأدوية اللي مختصة في علاج الجرحى ومعالجة المقاومة الكويتية. فدائما كان يحس أن الناس هذه تراقبه، لدرجة أن وصلتنا معلومات بعد ما توفى الشهيد أن السبب الأول لحصول استخبارات العراقية على المعلومات الوافية عن الشهيد سعد تركي كانت من الشخص العراقي اللي كان يداوم إياه في المستوصف. قبل الضربة الجوية دقت علينا واحدة وقالت في مكتوب حق سعاد، وسعاد طالع مع وفاء ومع المجموعة. فيعني كان يوم ممنوع التجوال فيه، فطلعت أنا أخذت عيالي الأربعة ورحنا وين فيه. أنا فرحت يعني ما توقعت إن هذا هو الكمين، يعني سبحان الله. دخلنا الروضة وشريت فطاير ولفيت في واحدة عيوز شوية مي صاحية، وبعدين جات واحدة عراقية بسيارة حمراء أعطتني مكتوب قالت لي هذا حق سعاد بن ياسر. أنا ترى هم ما كذبونه، أنا مثل ما تقولين قاعد أقول يقول ممنوع إلا أدخل لهم، أنا اللي دخلت لهم أبارك أني أنا اللي قلت لهم صيدونه. فمسكونه قالنا قلت له مو تقولون اليوم ممنوع التجول وهذا، إلا في واحد يصرخ من وراء الشارع الثاني اللاين الثاني مسكوهم. ما عشان يطلعون شيء يعني ما أدري شلون صايرين هالعراقيين والسلاح، ونزلونا من السيارة ودوروا. بعدين فأخذوا جنطتي، لقوا البوك في جنط المكتوب في جنطتي، فافتحوا قال إيه هذا هو. ركب معانا ودانا أنا وعيالي كلنا، هو اللي يسوق، ودانا مخفر العديلية. فبالمخفر قعدوا يسألونا يعني وين سعاد تروح، سعاد شو تسوي، وليش كله بالبلدية تشتغلون يا الكويتيين وكذي، لا توزيع أكل وتوزيع كله، أنتوا بس ما عندكم غير توزعون فلوسكم زايدة. 7:30 داوم للساعة واحدة وربع، كحد أقصى الساعة 1:30 عندنا بالبيت يتغدى معانا. فالفترة هذه تأخر علينا وصارت الساعة 2. فالوالدة الله يطول بعمرها حست إن في شيء نغزها قلبها، فقامت دقت على عمي سالم اللي كان موجود وصامت بالغزو، قالت له أبو تركي ترى أبو سامي ما وصل. قام عمي طمنها، طلع بنفسه راح المستوصف، سأل أبو سامي وينه، قال طلع من الساعة 1:30 3:15 ها يوم سامي ما وصل،
هني بدأ يزيد الشك. طلع عمي سأل في جميع المناطق والمخافر المجاورة، رد البيت قالها أم سامي ماكو شيء. البنات بدأوا يسألون، أنا بدأت أسأل هاي أمه وين أبوي؟ لا أبوكم رايح فيلكة وباكر راح يرد. اتصل الدكتور سليمان في بيت عمي سالم، قال له تعال أنا حاس إن سعد عندنا في المستشفى، أنا عندي واحد منوم. ما قال أنه مستشهد، قال أنا حاس إن في واحد عندي منوم وبيك تجي تشيك عليه، يمكن هذا أخوك سعد. وصل عمي سالم تأكد إنه فعلا أبوي. فلما وصلت الوالدة قال أديك نوم يا أم سامي، سعد إن شاء الله إنه شهيد عند الله ويبي ياخذ له منزلة أفضل من منزلتنا، فأقبلي في قضاء ربنا وقدره والحمد لله على كل حال وحسبي الله ونعم الوكيل. خذونا رحنا البيت 3-4 سيايير، يمكن حوالي 20 أكثر. دخلنا البيت طبعا ظلم على ما شبيت الليت، وأنا وليهال وزوجي كان بالمسجد، زوجي إمام مسجد، دخل وريال كبير وصايم اللي مطلعوا له يمكن حوالي بين النخل وكذي، اخترع كان يقول خلاص خلاص إلا 10 دقائق ودخلت سعاد، طقت الجرس رحت بيت لها. طبعا أنا رايحة وراي ضباط مو جنود، ضباط بمسدساتهم. دخلت شنو قلت لها صارت الحين حق سعاد. سعاد مثل لي يعني تضحك على خوف، قلت لها وفاء احنا مسكنا في كمين روحي اللاتين عند بيتنا. طلعنا على العديلية، احنا ما ادري وين، بعدين ودونا العديلية طبعا تحقيق وليوه الفير، ويعطونا شيء لا خلص التحقيق يعطونا عشان ما تقعد تكلم معي تنام. بالليل ما قدرت أنام من الصوت اللي فوق، يقول لي عاد أقول له ليش هالإزعاج عندكم كذي، يعني يقول إيه هاي الجماعة يشربون وهم يعذبون الشباب فوق. فقعدنا 3 أيام تقريبا في العديلية، ويابولنا هذه المرة المينونة معانا، بعدين ودونا الزنزانة. يقول لي بنتك وايد متعبة ما تتحكى، يابوا أكل في صحن 3 حبات أصابع كباب، هذا بس حق سعاد. يقول أنا أكلت نتفة اسم يعني كبر الظفر، حسيت بدوخة. سعاد كلت وداخل مولية، ما حسينا إلا على رأسنا بالمسدس. قلنا قومة يا سعاد نايمة بحضني، بس إنه هو نازل وهو ما هو موجود، أخذ أغراضه الخبز هذا وراح وصفط ولقوا سيارته والخبز موجود بالسيارة، يعني مش اسمه، والسيارة مقفلة يعني حتى مفاتيح يعني لو صايدينا عند السيارة على الأقل كان المفاتيح داخل، كان يارينا ير ما يقفلون السيارة. فهو نازل وسلاحه مو موجود، السلاح مو موجود تحت، شايله ورايح. وليد الله يرحمه يعني صادوا حيق عقب الطق والتعذيب، وهذا آخر شيء يذبحه، معطينا طلقتين بظهره وواحدة براسه وقطوا عند المدرسة. وطول الفترة هذه احنا ما ندري عنه، يعني من يوم راح من يوم 17 انقطعت اخباره ماكو شيء. قائد مجموعتهم يقول احنا ما ندري عنه الا عقب يوم 20 درينا عنه ان هذه جثة وليد، شفناها جثة وليد عرفوه بالمستشفى. طبعا قالوا احنا لقيناه بسيارته خلف مخفر الجليد. فراح عمي أساس ياخذ ورقة الأمر الدفن، يقول دخلت عليه قلت له سلام عليكم أنا أخوي اللي وديته وحولته على المستشفى الفروانية، أبي بس أمر الدفن وبتوكل على الله. قال أي لحظة يبقى تعال في تحقيق احنا ما راح نمشيك كذي. يقول استغربت في تحقيق، سألوه طبعا بعض الأسئلة الاستخباراتية، منو ربعه، منو يحتك فيه، وين يروح وين ما يروح. عمي يقول كنت أنا دائما أقول أنا ما أدري عن أي شيء كان يقوم فيه الشهيد. فسهل الله الأمور، بعد يومين طبعا يبي يشرحونه، لا نشرحه ما نشرحه نشرحه ما نشرحه. يقول عمي دخلت على القاضي وقلت له يا سيادة القاضي الرجال صار له 3 أيام توفي، هذا في تاريخ 10/10. فيقول أعطانا أمر الدفن، يقول أعطاني أمر الدفن الساعة 11، الساعة 3:30 إحنا رايحين ندفينه في مقبرة الرقة. خذوا سعاد يا أبوها يمكن الساعة 3 العصر، بعدين يانا أبو درع كان يقول الحين أنا بوديكم البيت لأن أنا قايل حق أخوك.
بوديكم البيت. فعلى 3:30 تقريبا أو 4 بس بيروحون معاكم شباب. قلت له نعم. وده معانا 4 ضابط وجنود 3 عشان يقول ودوهم سيارة مالتهم مو سيارتنا، يعني اللي مكتوب عليها الكويت مو مكتوب عليها العراق. وفعلا ودونا ووقفوا السيارة ودخلوا حاس يعني مثل ما تقولين بالبيت. قعدت سعاد الصبح وحدروا حدرت وكان يقول الحين إلا يا تليفون ما أدري شنو إيه. قال لا الظهر قال أخذ أمها. قال لا فأهني أنا ساعتين وأرجع لك إياها أنا بوديها هني. وهو كذاب. الساعتين صارت 27 يوم. يقول وإحنا رايحين بندفن طعونا 3 شباب مطاوعة هذول اللي كانوا يغسلون الجثث اللي كانوا يرتبون أمر الجثث. أول ما وصلنا تعال يا طويل العمر نبي بس نعرف الاسم. قال أعطينا الاسم. يقول مجرد ما أعطيناهم الاسم قال إيه لحظة شوي دخل بالغرفة الفلانية واحد راح خذ كيس في كاميرا يقول دش صور الجثة. قال الجثة هذه ما راح تغسل راح تندفن بثيابها لأن الشهيد ما يتغسل. احنا صورنا بعض التصويرات وشرحوا لعمي. طبعا عمي ما كان شايف جسم الوالد رحمة الله عليه. قالوا له ترى كان في آثار ان مطفين زقاية برقبته، في آثار أوتي على صدره حرق، في آثار كي طبعا، في آثار تشلع بالأظافر، وفي آثار طلقات من ضمنهم طلقة على الرأس. فهذا معناته أن الشهيد كان متعذب. وهذه قصة اعتقاله واستشهاده رحمة الله. قفت عيوني ولا نفس القف وهذه الأسمع يوم قعدت بس أصيح بس أصيح من الله أعلم يعني مع صلاة الفجر إلين يمكن الساعة 8:30. قلت أروح أشتري جبن وزيتون أودي حق بنتي وأنا أمشي بالشارع أشوف شيء يعني مو طبيعي يعني مثل الخوف. بعدين كملت رحت الفرع كان يقول لي تبي. قلت له أبي جبن وأبي زيتون بودي حق سعاد. قلت له أمس أنا رحت حق سعاد قالوا لي ما نعرفه. كان يقول واحد يقول له سعاد اللي قال روحي خلي يجيب لك إياها طيبة. أنا يعني هم العراقيين طيبة يعني حية. أنا هني ما اشتغلت في وزاتي من بعد الموت مع أني قاعدة أصيح وأقول اللهم جيرني في مصيبتي وخلف لي خير منها وأنا ما أدري أن بنتي مذبوحة مقلولة بالشارع بشارعنا. طلع اللي بالمنطقة كله يعرفون أن سعاد ميتة أنا الوحيدة اللي ما أعرف. فلما دخلت على بداية الشارع اللي دخلني على شارعنا السكة بعدين الرهاية صار كأنه لوح زجاج عليهم. ما أدري والله العظيم ما أدري إن ويهم جدا جابليني أو معطيني ظهرهم. فخلوني لمن أكمل نهاية الشارع. وصلت الدوار تعديت الدوار وأنا معاي المفتاح حطيته كذي مال الباب فتشيت الباب حطيته بإيدي تلفون البيت يدق رفعته ألا أم سعاد بنتنا سعاد هدوها لني. قلت له إيه الحمد لله الحمد لله أنا أروح أجيبها أنا أشيلها. سعاد عند الخباط مو معطيني كلمة يعني ثابتة. سعاد ملفوفة بشادر حمر. بعد تحرير الكويت كنت أنطر أنطر مع الغوات إنه يدخل حال اللي دخلوا على أهاليهم اللي كانوا صامدين في الكويت. كنا ننطر دخلت علينا. بعدها بيومين تفاجأت يعني من الوالدة الله يرحمها أنه يبلغنا أن حمدان استشهد. كانت صدمة يعني على انتظار أنه يعني يدخل علينا ويشوف بنته اللي ما شافها و7 شهور متعشمين أنه موجود وحي. آخر شيء يفاجئوني أنه استشهد بعد 7 شهور. بس 7 شهور أول التحرير أنا دريت عنه. بنتي لما يعني ولدتها سميتها طلقت عليها اسم. كان الكل يقول لي إيش معنى ليش سميتي الاسم هذا؟ كان هو اسم حنين. فقالوا ليش سميتيها حنين؟ قلت حنين حنين إلى الوطن حنينا
حنين لأبوها. أنا ودي كنت أتمنى أنه لما يدخل يشوف بنته اللي كان حيل 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 فرحان يعني أنه يشوفها. 15/2 بنتي اندفنت، وكانوا في شباب 2 صغار هم بعد شهداء مقلولين، حطهم بالأسعاف وراح معها أبوها عبد اللطيف، طبعا مو أبوها علي زوجي، هو راح معها أبو عبد الله، ودوها صبحان. فسعاد اندفنت بقبر بروحها والشباب اندفنوا بقبر جماعي. ما شفتها لأن أنا كنت يعني تعبانة، ما فيني إني وقف على طولي. والله أنا الأحلام اللي شفتها يعني أول ما ماتت تقول أنا يما أنا لو الله يفكني من هذا شخص كأنه خنزير، شكل الخنزير وبشكل آدمي يطلع هذا بدرع. فراحت الله يرحمها ويغفر لها، ربي بس يقبلها شهيدة رحمة الله عليه. لما طلع بالطيارة ويطلع الطيارات، يعني يالهم أمر أنهم يطلعون الطيارات أو أن في مهمة، كانوا في مهمة الله أعلم هي شنو كانت، سمعنا أن يطلع غذيفة طقت الطيارة وما دروا عنهم إلا بعد 3 أيام. شافوا مراعي غنم في حفر الباطن وبلغ عنهم، وبعدها بلغوا المسؤولين وبلغوا السفارة الكويتية وتعرفوا عليهم، أتوقع يعني آمرهم في السرب أو شغلة شيء، لأنه توفى مع زملائه في العمل، واللي توفى معاه يعني كان صديقه حيل من أيام الدراسة حتى دراسة أمريكا، ورجعوا ودرسوا كملوا دراسة هني دورة، يعني كانوا حيل مع بعض، وسبحان الله استشهدوا مع بعض. وكان يقول كلمة يعني يرددها متداولة بين العائلة، كان يقول الغزالة إيه اللي راح تموتني، وفعلا استشهد فيها. أنا بنت الشهيد حنين حمدان العنزي، أنا البنت الوحيدة للشهيد الله يرحمه. طبعا أنا إذا بتكلم عن والدي راح أتكلم بكل فخر. أبوي أنا عرفته من خلال صورة وتخيلت صوت، يعني عرفته من أمي خوالي عمامي، عرفت شنو كان. أبوي كان إنسان جدا طيب، كان الكل يحبه وكل يذكره بالخير الحمد لله. كان متشوق إنه يشوف بنته الوحيدة اللي الله يعني ما أراد إنه يشوفني فيه. أنا من انولدت ووعيت على الدنيا وفهمت وكبرت كان صورة أبوي جبالي، كنت أشوفه وكنت أتكلم معاه، كنت أشوف يعني كنت أحاول إني أطلع اللي بقلبي، لما أشوف صورته أنا أرتاح نفسياً. أنا من كبرت وعرفت شنو معنى الأبو، يعني قلت يا ريتك معاي كل الأحوال. احتجت وايد حتى لما صرت أم وعندي عيال، أنا حتى عيالي الحمد لله كبرت فيهم صورة أبوي، علمتهم عليه، قلت لهم شنو كان، قلت لهم إنه طيار وإنه شيء يشرف وإنه شهيد. أنا عندي ولدي اسم الله عليه لما يروح يشوف مكان فيه صور شهداء يروح يركض يطق له تحية من كثر ما هو مفتخر فيه. الحمد لله هالشيء زرعته بعيالي، يعني الحمد لله الواحد يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على كل حال. والدي تعسى يوم طالت المدة، يعني شوي تحس إن شوي السالفة شوي بردت، عرفت يعني إن صالة يمكن تقريبا من 17 إلى 26 اثنين فيها فوق شهر وشوي يدورون عليه، وهذا بالفترة هذا شوي تهدي الأمور، يعني مهما كان تهدي شوي. لكن يوم دروا وشافوا ولدهم كذي متوفي ذابحين وهذا هني شوي زعلوا، يعني زعلة قوية. بعدها مهما كان ماكل وشارب وياهم قبلها بيوم، عقبها تلقاهم فاقدينه. أحرص على أني أقول قصة والدي الشهيد لأبنائي، لأبناء عمومتي، لأصدقائي
للي موجودين حوالي. كل يوم كل ذكرى تمر على دولة الكويت، مجرد ما يمر اسم الشهيد سعد تركي، صدقيني أنا على خواتي، على أبنائي، على جميع المقربين دائما يشعرون بالفخر أن سعد تركي مجاوب قدم أغلى ما عنده اللي هو نفسه في سبيل أن يبعد الظلم ويبعد الاستبداد اللي كان موجود بهذه الديرة، وسطر اسمه من قافلة كويتية كريمة مختزلة في أسماء كثيرة من شهداء الكويت الأبرار.